الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه القناة. كما لاحظتم في عنوان الفيديو، تحميل الإنترنت داونلود مانجر مع التفعيل إلى الأبد. طبعا ده هذا هو الإصدار الأخير من البرنامج، وهو بتاريخ اليوم 31/1/2016. طبعا هذا البرنامج ينزل له كل شهر تحديث جديد. فهذا البرنامج هذا ده آخر تحديث لهذا البرنامج، وأنا سأقوم بتحديث البرنامج أو تحديث الرابط أسفل الفيديو كل ما نزل إصدار جديد لهذا البرنامج. يعني كل من شاهد هذا الفيديو في الأيام القادمة يعلم تماما أن هذا هو الإصدار الأخير من هذا البرنامج. طبعا لتحميل البرنامج سأضع الرابط لتحميل الفيديو البرنامج أسفل الفيديو في الديسكريبشن. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى هذا الرابط الذي أضعه كما قلت أسفل الفيديو في الديسكريبشن، تضعه في المتصفح وتذهب إلى صفحة تحميل البرنامج. طبعا هذه صفحة تحميل البرنامج، نضغط على سلو داونلود. بعد الضغط على سلو داونلود هنا نضع رمز الكباتيا هنا كما تلاحظون، ونضغط على داونلود لينك. كما تلاحظون هذا هو رابط التحميل، كما تلاحظون رابط التحميل. انا طبعا قمت بحذف الانترنت داونلود مني حتى اقوم بالشرح عليه كيفية تثبيته وتفعيله. طبعا انتم تضغطون على هذا الرابط سيقوم بالتحميل مباشرة. بعد تحميل البرنامج ستجدون ملف بهذا الشكل، نفيك الضغط من على هذا الملف. هذا هو ملف البرنامج، هذا هو البرنامج، وهذا هو ملف التفعيل. نقوم بالضغط على هذا البرنامج ونضغط على يس. الآن هنا نختار اللغة التي نريدها، مثلا هنا إذا كنتم تريدوا اللغة العربية أنا سأقوم بتصديقه باللغة الإنجليزية، سأضغط على أوكي. الآن نضغط على نكست 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 فينيش. هذا هو البرنامج كما تلاحظون. الآن هنا في الديسكتوب هنا كما تلاحظون هذا هو البرنامج. طبعا الآن نقوم بتفعيل البرنامج. في نفس الفايل ستجدون هو هذا هو ملف التفعيل، نفك الضغط عليه هكذا اشتراك هير. هذا هو البادج للبرنامج، نضغط على هذه الأيقونة هذه نضغط على يس. الآن هو أدخل اسمك الأول، مثلا ونضغط على باتش. هنا نبحث عن مكان تثبيت البرنامج، بس انا هنا نضغط على ثبته على القوس الصلب سي، نضغط على السي، سأذهب الى مكان تثبيت البرنامج. هنا الانترنت داونلود مانجر نفتحه هكذا، ونضغط دبل كليك على ايقونة البرنامج، او نضغط على هكذا ونضغط على اوبن. الآن تم تنشيط البرنامج، نضغط على أوكي. الآن نضغط على ريجستر، هنا ريجستر سكسسفولي. الآن البرنامج أصبح مفعل تماما معك، وتستطيع أن تستخدمه في التحميل وفعل أي شيء. هذا هو برنامج إنترنت داونلود مانجر، يمكن أن تستخدمه في فعل أي شيء. طبعا كل هذا ما لدينا في هذا الفيديو، كل من أعجبه الفيديو يا ريت لا تغفل عليه بالضغط على لايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.